للمزيد من النقاش مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الآن المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ. مهندس حسام أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني في البداية الهدف الأساسي للحوار الوطني هو الاستجابة للشارع المصري من خلال هذا الحوار ومن خلال هذه التوصيات والمخرجات التي يهتم بها شخصيا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام بالغ للقيادة السياسية بمراحل الحوار الوطني سواء كان في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي. كل هذه التصريحات وكل هذه الخطوات التي تمت اليوم من القيادة السياسية أهمية هذه الخطوات؟ الحقيقة يعني لازم أعلن الأول باسم حزب مستقبل الوطن بنتوجه للسيد الرئيس بكل الشكر على الدعوة للحوار وعلى السرعة الغير عادية في الاستجابة لمخرجات الحوار. وطبعا برضو بتوجه للشكر لمن اختار الحوار في الأمانة الفنية، لأن الحوار نفسه في كل اتجاهاته كان أكثر من رائع، لأن مفهومه أصلا كحوار اتعمل بالمفهوم الصح. الكل بيسمع بعض، كل واحد عنده وجهة نظر أيا كان فيها اختلاف يقولها بحرية كاملة، والأجمل إن مفيش محدد معين إن لازم هنلتزم بيه. ده ممكن يبقى فيه اقتراح أو اثنين أو ثلاثة بترفعه للسيد الرئيس. الإجابة الفورية من السيد الرئيس أول ما طلعت لمخرجات الحوار ده بيدل على الأهمية القصوى للحوار ومخرجاته، وبيقول كمان إن الرئيس الحقيقة متفهم لجميع الآراء ومستعد إنه ينفذ ما هو جيد منها أو ما اتفق عليه، وزي ما قال برضو هيحاول الباقي للمجال التشريعي عشان يتم إذا كانت دستور. فكرة البحث عن آليات تنفيذية لكل هذه المقترحات والمخرجات، يعني نقدر نقول إيه الفائدة المباشرة من فكرة أن يبقى تم البحث بالفعل على أرض الواقع على آليات تلائم هذه الخطوات التشريعية والتنفيذية الخاصة بمطالبات الحوار الوطني؟ الحقيقة مجتمع كامل كان بيتكلم بعضه، مجتمع كامل بيناقش بعضه ويتحاور بعضه، مجتمع بجميع أطيافه وآرائه واختلافاته قالوا رأيهم. فما فيش أكثر من كده في هذا الوقت بالذات، إن الكل بعد كده في المخرجات بيبقى مقتنع. بصي اللي هيتنفذ الناس مقتنعة بيه، واللي مش هيتنفذ هيبقى اللي قال رأيه فهم ما تنفذش ليه، لأن برضه كان في بعض الآراء ممكن تتقال ولكن على أرض الواقع سمعوا من الناحية الأخرى أو من جهات أخرى أو آراء أخرى عدم إمكانية تطبيق عمليا هذه الأفكار. ففي الأول والآخر الأفكار الممكنة هتنفذ والأفكار الغير ممكنة. أدنى ميزة إن اللي قالها واللي قالها برضه بيبقى في ناس معاه مقتنعة بيه فهموا إنها ممكن ما تتطبقش ليه، يعني هي مش قصة عند عشان إذا كان اقتصاديا في إيه، إذا كان سياسيا في إيه، إذا كان أنا بتكلم على إذا كان مجتمعيا أنت. وجمال الحوار كمان في ملفات كتير أوي كانت معمولة بوقت زمني، يعني في حاجات ممكن تنفذ على طول وفي حاجات لازم تنفذها وتعمل لها الوقت الزمني. طب مهندس حسام، يعني أنا محتاجة أركز مع حضرتك على الأجواء العامة للحوار الوطني. بمعنى إيه؟ يعني لو هنبدأ منذ إعلان السيد الرئيس إلى أن تمت المراحل التجهيزية للحوار الوطني واستقبال كل هذه المطالبات من الشارع المصري، مرورا ببدء الحوار الوطني من خلال جلسات مختلفة في محاور ثلاثة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو مجتمعية، مرورا بهذه التصريحات للقيادة السياسية
والتي يعني تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بأهمية الحوار الوطني. كل هذه الخطوات المتتالية وهذا التنسيق والتوائم ما بين كل هذه القضايا وبين كل هذه المشاركين من آراء مختلفة واتجاهات مختلفة وأنماط مختلفة وأحزاب ربما يعني كانت تعاني من التهميش في يوم ما وبقى يعني وأصبح لها دور كبير من خلال هذه الجلسات، كل هذه الأجواء يعني نقدر نقول إيه الدروس المستفادة منها؟ دروس كتير. أول حاجة من أول ما السيد الرئيس دعا الحوار لفت خيالي كم الاتجاهات المختلفة اللي قعدت مع بعض، كنا بقى كتير أوي ما قعدناش مع بعض الحقيقة. فأول حاجة القعدة والتجميع نفسها كان شكلها جديد، وإن تقعدي مع آراء مختلفة والمدة طويلة وتناقشي وتعملي جلسات كتيرة دي نفسها بتدي ميزة جدا. انك تاخدي عشان كده حيث الامانه برضه الفنيه بتاعت الحوار الوطني، لان خدوا مجهود كتير قوي، لان افكار بالمئات، انا بتكلم بالمئات، عشان تحطي الافكار بالمئات وتعملي لها اجنده وتصنفي ايه اللي ممكن يتقال مع بعض وايه اللي ممكن يتناقش مع بعضه، ده مجهود رهيب. عشان نتناقش واحنا قاعدين وفي حاجات فيها جدال قوي، انا بتكلم قوي، ويطلع المخرج في الاخر بثلاثة، حتى لو طلع على مخرجين مخرج واحد في الحلول، بس الـ الـ القعدة نفسها مدية الانطباع الراحة النفسية، مش ناس بتتخانق، يبقى ناس بتتحاور، وبالتالي فرق كبير قوي بين الخناقة او بقول وجهة نظري بخناقة، وفي فرق بين الحوار كحوار. وده اللي حصل حقيقة في الحوار الوطني، وبالتالي النتائج طالعة نتائج جميلة. طب لو احنا بنتكلم برضو على فكرة الاستمرارية في هذه الخطوة، يعني ان هي مش مجرد مرحلة وعدت، لا احنا نقدر ان احنا نكمل من خلالها في توائم الافكار والاتجاهات والانماط والاصوات السياسية المختلفة، وكذلك ايضا كل يعني له تخصصه سواء كان اقتصادي او سياسي او مجتمعي، الحالة دي برضو استمرارها ضروري ازاي في مصر؟ هو ضروري جدا، وعشان كده ميزة زي ما قلت الحوار ان الاتجاهات المختلفة قعدت مع بعض، وبالتالي بقى في ثقة في النقاش، في ثقة في القعدة، هتبقى ممتدة على طول، ده لازم، لان زي ما بقول لحضرتك برضو في مقترحات طلعت ممكن وهي بتطبق ما تطبقش لحظية، بتطبق على وقت، وبالتالي هو هيفضل على طول في استمرار في الحوار، هيفضل على طول في استمرار في المناقشات، هيفضل على طول في لقاءات متصلة ببعض بين الأحزاب المختلفة بين الآراء المختلفة. مهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المكالمة الهاتفية.